عايز تبقى مدير مالي؟ بتدور على كورس يشرح لك أهم مفاهيم وأسس المحاسبة المالية والإدارية؟ اتخرجت خلاص وعاوز تشتغل، ولكن المرتبات ضعيفة وعاوز تقوي نفسك عشان تتوظف في أفضل الوظائف الإدارية والمحاسبية في الشركات الكبرى؟ دلوقتي بنقدم لك شرح شهادة المدير المالي المعتمد CFM بأحدث تعديلات بالعربي وبالإنجليش. بعد انتهائك من الكورس ده هيكون عندك القدرة على إنجاز أي أعمال محاسبية سواء كانت مالية أو إدارية، والقدرة على حل العديد من المشاكل اللي بتقابلك في عملك، وبالتالي تساعدك تكون شخص قيادي في وظيفتك، وتقدر تشتغل في كل التخصصات سواء الشركات أو البنوك أو الاستثمار بكل صوره. الكورس أونلاين وبيقدمه ليك المدرب موفق علي المعتمد من أكاديمية أكسفورد البريطانية وعضو البورد الأمريكي للمدربين الدوليين وخبرة في التدريب لأكثر من 15 سنة على مستوى الوطن العربي. تقدر تشاهد تسجيل تجريبي مجاناً من الرابط في وصف الفيديو، وتقدر تتواصل مع المدرب تليفونياً أو واتساب من خلال الرقم ده 010-235-76935 أو عن طريق رسالة على صفحة الفيسبوك.